مسألة تتعلق بترحيل السوق. نعم، ترحيل السوق الأسبوعي هو قرار صدر المجلس الجماعي، والمجلس الجماعي هو مؤسسة، وحنا يا الحمد لله ننضبط للمؤسسات. إلا أنه احنا معروف عندنا في المغرب بأن مجموعة كبيرة من المؤسسات خدات مجموعة ديال القرارات، ولكن لم ترقى إلى انتظارات المواطنين تم سحبها. هذا المجلس هذا خدا هذا القرار هذا ديال الترحيل في هذه الظرفية هذا، من بعد خروج المواطن البسيط جدا هنا في قرية بو محمد، مواطن بسيط جدا، الدخل ديالو جد 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 محدود، الدخل ديالو كله يتوقف على هذا السوق الأسبوعي. يمكن نقول لك صورة معبرة أن هنا مجموعة كبيرة من الأسر كيخرجوا كل نهار السوق، اللي كيبيع قصيبر واللي كيبيع الماء واللي كيبيع ميكا أو ديك الزيرو ميكا واللي كيبيع، وكيجمعوا ديك شوية وكيمشيوا يدوزوا به الأسبوع كله. ألور حنا مشينا درنا واحد اللقاء، كنا في الجنة درنا واحد اللقاء مع السيد باشا المدينة، قلنا له ودي الله يخليك هذا القرار هذا في هذه الظرفية هذا هو قرار جانا شوية أرعن، ماشي هو هذاك، يجب مراجعته. قال لك ودي أنا ما يمكن لكم نجاوبكم، لأنه أنا هنا يا السلطة كننفذ القرارات ديال المجلس. كاين إشكال ديال ترحيل السوق، ترحيل قصري للسوق لصالح من؟ كل شيء كل واحد يعرف، راه البحث سهل يلقاه. شكون اللي صدروا صدر عن أفواه المجلس البلدي؟ من صاحب القرار الاصلي؟ الله اعلم. على ما يبدو كاينين شي وحدين اللي ولاد البلاد غيعرفوهم شكون هما. دخلنا في هذا الاشكال، وصلنا لهذا الاشكال، بغينا نحلوه بطريقه من الطرق، طريقه من الطرق هي طريقه سلمية، طريقه الحوار، نجلسوا نتفاهموا نوصلوا لواحد الحل مع هاد الناس. فاذا به هاد الناس على ما يبدو ان عندهم شي حاجه مقدسه هي الاولى. بالنسبه للسوق هو القلب النابض لقريه با محمد، اي واحد داز في القرية با محمد وكيعرفها بأن السوق هو القلب النابض لقرية با محمد، وإلا كنت كنكذب هاهما عباد الله كيسمعوا يقول لك أودي راك كذبتي. إلا كنا كنكذبوا يجي شي حد من عندهم وبالتحدي، وبالتحدي على الهواء في اجتماع ويجيو يحدوا لنا هما هذه القرية شنو اقتصادها. المطالب الساكنة اللي كتقول بأن السوق خصو يبقى في بلاصتو، إلا كانت هاد السوق كيضر هاد الناس او كيضر هاد الساكنه، اسيدي راه كنقولوا له نظفوا، راه الميزانيه ديال النظافه عندك كنقولها له 4 المرات، واحد جوج كنقولوا له بان اعرق المدن واكبر المدن فيها اسواق، كنقولوا له عندنا احنا كسواقه مقترحات ان هاد السوق ما يبقاش يضر الناس، بالعكس يولي نقطه، يعني نقطه مضيئه في قريه با محمد. راه الا جينا لهاد السوق ودرنا له البطون، راه كيقول السيد الرئيس، رجعك شويه لور، كيقول السيد الرئيس بان الدوله خسرت 6 الملاير ولا 7 الملاير هي في ذاك السوق. كنقول له السيد الرئيس الله يرحم والديك، اعطينا غير 200 مليون ولا 300 مليون نصوبوا بها، نصوبوا لك حنا هذا السوق، وال 600 مليار وديك 6 المليار ولا 7 المليار اللي كتقول كاين عباد الله راه مازال عندنا بزاف الحوايج ما نديروا بها. الا كنتوا انتم خسرتوا 6 المليار على سوق، هذا اللي عجب المتعجب.